200 وشوي بكل سهوله. السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ بناء على طلبكم المستمر راح انزل اليوم ما بين اكس بي خرافيات، راح تطلع تقريبا من 5 الى 6 ليفلات عن طريق هاي ما بين. طيب قبل البدايه لا تنسى اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس وكود الشوب اهم شيء واي زد واي دي دي. كل ما عدد مستخدمين كود الشوب زاد كل ما راح انزل جلتشات اكس بي اول باول. الان راح اجيب لكم ما بين خرافيات، الماب الاول بعطيك ليفلين، الماب الثاني بيعطيك 4 ليفلات، فتابعوا المقطع للنهايه. الماب الثاني افضل من الاول. طيب بس لاني صورت الاول بالبدايه، اول ماب يا شباب بتحط كوده، نسيت اصور انا بحط الكود، وبتفوت على الجيم. طبعا لعبه خاصه، بتفوت على الجيم وبتستنى 10 دقائق، لازم تستنى 10 دقائق عشان اعطيك اكس بي كويس. بعدين تنطلق زي ما انطلقت انا، مش عارف ليش ما صورت البدايه نسيت. بتروح ورا البيت بتاخذ من هون القطعه اللي هون هاي، وبتروح قدام البيت الصغير عشان يفتح لك الباب اللي هي قطعه البيكون. ما فتح لازم قطعتين، اخذت واحده انا. ارجع على الزر اعطيك قطعه ثانيه، خلص لازم تاخذ قطعتين على طول، بفتح عندك الباب. طيب لما يفتح الباب بتبني هرم او مثلث، وفوق الباب في عندك زر تعمل انتراك تفاعل، بعطيك هذا الاكس بي. انسى، مو هذا الاكس بي اللي بدنا اياه. بترجع على البيت نفسه، والان راح نبني 11 درجة من نفس المكان اللي حددت لكم اياه، مش فوق البيت لا، من هون. هاي الاولى، 2 3، الان في زر هون بيكون، ايوه روم 1 بحولنا على الروم الاول. بتروح من نفس الطريق راح نمشي، هذا الطريق بتروح يسار، بتنزل من تحت الدرج، بتلف ورا الدرج بتنزل من تحتيه كمان، وبتروح يسار. طولت صح؟ لا، هسه يمين، اخر شيء يمين خلص. بتكون فوق عند هاي الماسوره، تعمل تفاعل. هذا اول زر من الاكس بي اللي بدنا اياه، شوف كم بيعطيك. بضلوا يعطيك تقريبا بيرفعك ليفل. هذا الزر، شوف انا ليفلي كان 8، ركزوا على الليفل كان 8، وشوفوا ليفلي بعد الماب الثاني كم صار. فراح اسرع لكم المقطع. طيب وصلنا 8000 اخر شيء. طيب هذا الزر زادنا اقل من ليفل، مو مشكله. في كمان 3 ازرار. الان بتروح عند جهه اليخت، في يخت هناك بنروح عنده، بس قبل هيك خذ هاي السرعه بتسرعك، بتاخذها وبتبني لجهه السفينه او اليخت حتى نصلها بطريقه سريعه. طيب لما تصل بتفوت داخل اليخت، بتروح ورا الدرج، اوف انا طرت بعيد، وبتفتح الباب وبتنزل من تحت الباب. وعندها تحت الملاكمة في زر، انا ضيعت الزر كمان، هو وراها بيكون، هذا هو. اوكي هذا ثاني زر كمان قوي، خلينا نسرع المقطع لانه بضل يعطينا 1000 ورا بعض، او 2000 2000. شايفين كيف؟ 11000، هسه برد يعطينا كمان 13 15. هاي طلعنا ليفل كامل عن طريق زرين تقريبا. لسه هذا الزر راح يزيدنا كمان نص ليفل او ربع ليفل، خلينا نشوف. هاي 12000 13000، كم زادنا هسه؟ نحسب اني طلعت ليفل على الزمان طالعه انا، شوف كم حسب الزياده. تقريبا هي ربع ليفل، تقريبا نص ليفل. هاي وصلنا نص الليفل التاسع. طيب الان بنكمل على الزر الثالث، ضايل الزر الثالث ورابع. عند هاي الزاوية اللي بجهة اليخت، شايفين اليخت؟ هاي الزاوية بتبني 7 درجات، 7 2 3 4 5 6 7. الان 3 ارضيات، 1 2 3، لف يمين كمان 3 ارضيات، 1 2 3. هاي في زر هون روم 4. اوكي بتروح يمين، تلف من هون، تتسلق البيت، وبتروح هون وبتبني 5 درجات من نفس الأرضية اللي واقف عليها. 1 2 3 4، هاي 5. هون في زر تسوي تفاعل أو انتراكت. هذا الزر الثالث كمان بيعطيك اكس بي حلو، بس مو مثل الأول والثاني. أوكي لحد هنا طلعنا تقريبا ليفل ونص، احنا طلعنا ليفل ونص. أوكي
تقريبا قربنا على الليفل العاشر، قربنا على الليفل العاشر بس ما دخلنا اياه، مو مشكله هيوقف اتوقع. يب الان بنروح على اخر زر، يعني هذا الماب بيزيدنا ليفلين، زادنا ليفل والان قربنا ندخل الليفل الثاني عن طريق الزر الاخير ان شاء الله بندخله. وتختلف من شخص لاخر، تعرف اذا انت لاعب كثير اليوم جايب اكس بي تختلف الكميه اكيد، او جايب حدك اليومي، فانت لازم تكون عارف. يعني الان بتروح يمين عند هذا الصندوق وتبني ارضيه وراه، في زر وراه بيكون، وين الزر؟ هذا هو سكرت، هذا اخر زر بهذا الماب، فان شاء الله طلعنا الليفل الثاني. طيب تقريبا نقول عنه ليفلين لانه تقريبا ضايل شوي، فنعتبره ليفلين لان انا لاعب اليوم باتل رويال. طب نشوف الماب الثاني الاسطوري اللي بيعطيك 4 ليفل بالراحه، ليفل الان 9. طيب نحط كود الماب الثاني، الكود نعمل لعبة خاصة وابدأ الجيم. طيب الآن مطلوب منك لما يفتح الماب تروح على هذا المكان اللي أنا حددته، أوكي، وترقص رقص رقصتين حتى يحولك. أرقص حتى يحولك، استنى شوي، ممكن تفكروا معلق ما راح يحولك، لا بيحولك، حولني. الآن استنى 10 دقائق، إجباري مو بكيفك، هي في وقت عندك واستنى 10 دقائق بعدين تحط الرمز. طيب 4 3 2 1، والآن بنحط الرمز التالي اللي هو 2 7 10 9 10 2 7 10، هذا هو الرمز. تعمل هالزر اللي هون وبتعمل الاي اف كي اللي تحت. الآن شوف الاكس بي، خذ السنايبر اطلق على اول بوت، بوم، شوف الاكس بي 30، لازم يوصل 30، اوكي الاول 30 40، لازم 30 الاول 50 الاول، طلع هذا الاول بس، البوت الثاني مضيع بصراحة انا 60 بدون البوت الاول، مع البوت الثاني وصلنا 100، ايزي بيزي. ليفلي كان 9، ليفلي كان 9. الان في عندك زر هون اكبس عليه، في عندك اكس بي هون كمان خذهم كلهم، هاي 1 2 3 4 5، هاي 6 اخذتهم هذول. يب الاخير بحولنا على غرفة الرفت، بوصلك 200,000 او 300,000 حسب حدك اليومي، حسب اذا كنت لاعب او لا. انا بصراحة وصلني 200 وشوي، هاي 200 ايزي، 200 وشوي بكل سهولة. ممكن واحد منكم يفكر الماب مش شغال او الاكس بي بنحسبش، لا لا ركز فوق، هي بنحسب قاعد الاكس بي، وليفلي 12 وفايت على 13، كنت 9 10 11 12 وفايت على 13، يعني 4 ليفل زادني هذا الماب بكل سهولة. فالما بين بزيدوكم من 5 الى 6 ليفلات حسب حدكم اليومي، فجربوهم. اذا حابين استمر بتنزيل لي جلتشات خلينا نشوف تفاعل هذا المقطع، اعطوني رايكم بالتعليقات، كل واحد يكتب كم اعطاه اكس بي. اذا حابين تدعموني لا تنسى اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، اهم شيء كود الشوب واي زد واي دي دي، استخدم واحفظ عندك في الايتم شوب بيكون دعم كبير الي. وبس يا شباب، ربي يسعدكم مع كل شيء، مع السلامه. We'll be right back.